صباح النور، كيف صبحتوا؟ كلشي على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، العائله ديالكم تكون على خير ان شاء الله باذن الله. صافا، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. انا الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله. اش غنديروا؟ كنشكركم بزاف على الكومونتير ديالكم، والله كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، الكومونتير ديالكم بالكلمات الزوينه اللي كتخرج من القلب راه كتوصل للقلب وانا كتعطيني القوه، شكرا لكم. دونك غندوزو مباشره. انا واحد السيده في الكومونتير البارح، ماشي في الكومونتير، في اليوتيوب، في الانستغرام، قالت لي انا غادي ندير اليوم البارح على البارح غادي ندير سينامون، حيت كنت نتشاطروا بيناتنا شنو غنديروا نتوما شنو غندير هذا. وقلت لها والله الا الله يرضى عليك فكرتيني، كنفكر شنو غندير غدا، انا باقي ديك الساعه ما طحليش بالي شنو غندير غدا. قلت لها الله يرضى عليك فكرتيني، دونك غندير لكم سينامون. واحد السيده كانت قالت لي بدي تقولي لنا شنو غديري من تبدا طيبي، وانا عند بالي زعما راني يمكن طيب، راني كنقول لكم صافي انا غنوجد واحد الحاجه راكم كتبعوا حتى كتلقاو زعما لا غوسيت. المهم سمحوا لي الا كنت ما كنقولهاش. المهم غنديروا دابا السينامون ان شاء الله، غنبدا بها هي الاولى. هي في الحقيقه انا كنت غنبدا بسميتو بالمسمن، العجينه المسمن، العجينه اللي درت لكم البارح جات زوينه زوينه. ما تنساوش معلقه ديال الخل، ما تنساوش. انا راه في الحقيقه نسيتها، راه حتى عجنت وساليتها تفكرتها في المونتاج، عاد تفكرتها وضروري نقولها لكم ما تنساوهاش. حاجه اخرى بغيت نقول لكم على البارح، الحلوه اللي درت ديال اختي، من الاحسن من الاحسن اللي كنتو غديروها، اللي باقي ما دارهاش. المهم انا راه كتبتها لكم في لي زانغغيديون، حطيت لكم المقادير، حطيت البارح في صندوق الوصف حطيتهم لكم وكتبتها لكم. ديروا من الاحسن الحليب، انا مين درتها بالماء ما عجبتنيش، ما كذبش عليكم، من التحت زوين ولكن الفوق ما عجبنيش بالماء، لان يعني اصلا انا راه بقيت كنشوف كنقول بوتيت هاد الوصفه ديفيرونت، بوتيت هذا جاتني بيزا الفلون غادي تصاوب بالحليب، ما عطاش، ما نكذبش عليكم. المهم انا راه كتبتها لكم باش ما تقولوش هادي راه ما سميتو، حيت ما عنديش كي ندير باش نسجل لكم. دونك راه كنقول لكم لي زوينه زوينه، اللي خايبه راه خايبه، اللي ايفيتا ايفيتا. صافي هادشي اللي كاين. واحد الاخت وحده اخرى كتبت لي البارح واحد الميساج، والله الا قتلتي بالضحك، خلي عليك انت الطبخ وخلي عليك عطيتينا المقادير ديال الوصفه ديال ماشي الوصفه، الكيك ديال خيزو. ودابا تخيلوا الكيك ديال خيزو، شحال من وحده بارطاجاتو معايا وراه بارطاجيتو في الانستغرام، جا غزا الحماق. انا 3 ايام وانا تناكل فيه ما فهمتش، قالت لي جا حالته حتى واحد ما بغاه غير شديناه ولحناه وخلي عليك هذا. المهم شبعت فيه معيور ماشي مشكل، اش نقول لكم؟ ودابا الناس راه شوف ما يمكنلكش تلقى كلشي مزيان، ما يمكنلكش 100%، ضروري كتلقى شي واحد اللي كيبغي يعكر عليك، ولكن انا ما كيعكر عليا حتى شي واحد اللي جاو. تعرفتي علاش؟ عندي متتبعات تبارك الله غزالات وكيحمقوني، وتبارك الله كيصيفطوا لي الميساجات الزوينه، الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا. صافي قول لي بركه من الهضره، بركه من سميتو. دونك البنات غندوزو مباشره، غادي نحتاجو واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، واحد ربع كاس ديال سنيده، واحد نص كاس ديال الحليب دافي. غادي نديرو الحليب، درنا الحليب دافي، درنا سنيده، وغنديرو الخميره، وغادي نديروهم يتفاعلوا. ماشي مشكل، كنت غنبدا بالعجينه ديال المسمن هي الاولى وساعه نسيت الحقيقه، كنت نخليها باش سميتو، ماشي مشكل. شهوده مشهيه المسمن وما بغيتش نخسر ليها، مسكينه كتصوم، رعيت معاها كنقولها حبسي وهي والو، كتصوم 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 ما بغاش تحبس، حيت قالوا لي بان راه ما مزيانش. قولوا لي نتوما في الكومونتير البنات واش بصح هاد القضيه ديال لا كانوا البنات كيصوموا صغار ما مزيانش يصوموا. المهم هادشي اللي سمعت انايا، واش بصح هاد القضيه. صافي البنات غادي نديروها، نخليوها نغطيوها بالسيلوفان ونخليوها تتفاعل. انت عارف واش نبدا بالعجينه هي الاولى ولا انا غنشوف. المهم نخليوها تتفاعل. دونك البنات من دازت 10 دقائق، انا في هاد 10 دقائق راه عجنت العجين ديالي ديال المسمن، راه شاركتو معكم البارح، خليته يرتاح وانا طونطون نكمل هادي. دونك غنزيدو عليها البيضه، كلشي غنكتب لكم في صندوق الوصف. غنزيدو قبيصه ديال الملحه،
ساشي ديال الفاني اللي عندكم السائل ديرو، وربع كاس ديال الزبده مذابه. عندي هنايا جوج كيسان ديال الطحين مغربلين، غنزيد بشويه بشويه ومن بعد غنستخدم يديا. دونك البنات ها هي جمعتنا العجين كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نخليوها في لوبون اللي فيها هي. المهم انا كنأكد عليكم وغنكتب لكم في صندوق الوصف جوج كيسان كبار ديال الطحين، حيت ما قلتهاش قبيله ونسيت ودابا كنفكر. غادي نغطيوها نخلي واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع يضاعف الحجم ديالها، وديك الساعه ندوزو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. المهم شي واحد ما بغاش يضيع السيلوفان غنغطيها بعد. لا لي ضايع، نغطيوها بشي زويف نخليوها تخمر وندوزو نشوف شنو غندير معاها. دونك البنات بكيت حتى شبعت، قولي ياك لاباس البصله مشى الكحول مشى كلشي. واحد خالتي كتضل يذكرها بخير قالت لك ملي كتنقي البصله كتقول لك كتبس بكي وتقول لك تفكرت حبابي هي هادي، والله ديما كنتفكرها ملي كنقي البصله. المهم بكيت دمعت، عندي هنا البصله درت واحد الكميه كبيره ديال البصله حيت كدوب راكم عارفينها، ودرتها بوحديتها لان خصني نعزل لان راجلي ما بغاش، قالك غناكل معكم مسمن حيت كيبغي المسمن معمر ولكن ما غياكلش كفته، دار اضرار كياكل غير الحوت شتي الناس. غنشعل على المقلة، غنشعل على المقلة ديال الكتة صافي، غندير زيت البلدية. إيوا كل واحد لي كونفيكسيون ديالو، أنا واخا ندير ريجيم منقدرش نقطع اللحم ونقطع سميتو الدجاج ضروري، كل واحد ورأيه كل واحد. وهذا غندير العطريه، غندير خرقوم في البصله. واحد البنت قالت لك بديت ديري لي غوسيت، تبعي لنا لي غوسيت ما تبقاش انا لا كان زعما كنقول لكم كيفاش كندوز النهار ديالي، كنشارك معكم شنو كندير شنو كديرش، كنتبع لكم داكشي بصح اللي كنحط في هذا كنتبعوا لكم. هذا زعما راه باين داكشي درتي هادي ودرتي هادي وعمرتي هادي، زعما ما عرفتش ما قالت لك لا ما كنتلفوا ما عرفتش، قولوا لي انتما في الكومونتير شوف بصح نلفكم مي كندير هكا. غندير هنايا سودانيه، قولوا لي واش انتما كنتلفكم. غنديرهم بجوج هنا سودانيه، غندير الثومه بودره، غندير هنا عاوتاني الثومه بودره، غندير الملحه. معلقه بعيده عليا. اللي غنزيد في الكفته غنقول لكم شنو غنزيد في الكفته، كفته غنزيد فيها شويه ديال القرفه، غنزيد فيها شويه ديال سكينجبير. المهم العطريه راه كل واحد شنو كيدير في العطريه، كل واحد وشنو علاش كيرتاح، ماشي زعما ضروري الانسان خصو يتبع هادشي. صافي هادشي اللي كاين ما نسيت والو. صافي غادي نخلط هنايا، غنخليو هنايا كيف ما عارفين حتى تهبط البصله، غنعزلها نديرها بوحديتها. كنت غندير حتى الفلفله الحمراء والخضراء وداكشي، ولكن هو عنده مشكل في المعده ما كتهضملوش داك الجلده، خصني نبقى نقشر فيها نحيد داك الجلده الفوقانيه و... كذب عليكم عييت بلاش مناقص داكشي كنفيتي. غنبقى نقز عاوتاني ندير ثلاثه د المقالي هنايا ودير هادي ودير هادي، والله ما صافي نقلبوا على السهله وصافي. صافي هنا غادي نخلي هادي، باقا داك البصله طالع عليا مع عينيا، هاتي يقول لك اللي عنده الضغل في عيني وداكشي هو اللي كيدمع بصح، واش ماشي كلشي كيدمع ملي كينقي البصله؟ ما عرفتش، قولوا لي في الكومونتير شوف بصح القضيه. قال لك اللي عنده الضغل في عيني يعني عينيه مرض هو اللي كي زعما كيبكي. ها
عارفش المهم. صافي البنات انا نخلي هذه حتى ان شاء الله تنزل وهذه ان شاء الله تتنزل ونتلاقاو بعد لحظات راه او ميم طون كنجمع في الكوزينه باش ما نخليش عليا داك الشيء. دونك البنات ها هي البصله ديال الطايب طابت صافي حمرات مزيان. هنايا صافي الصبور مهنوس نديرهم عليها بالنسبه للمسمن ديالي راني حيدته من لا ماشين عاود عجنته حيدته من لا ماشين كورته ودرتو يرتاح حطيته ودرتو يرتاح معنا ما تبرد ليا العجين صافي دابا غادي نطفي غناخد شويه ديال غندير على نخلي شويه لراجلي وندير هنايا على الخليط ديال الكفته صافي صافي نخليو حتى يبرد عاد ندوزو باش ان شاء الله لنا هذا ونطوندو غنمشي لوقال هادو السينامون غنصوبهم ونديرهم حتى هما حيت خصهم عاوتاني يخمروا اون دوزيام فوا نديرهم يخمروا اون دوزيام فوا ايوا صافي على ما يبرد لنا العجين المهم ما نضيعوش الوقت هادشي اللي كاين دونك خليكم معايا دونك البنات انا رشيت هنا شويه ديال الطحين غناخذ العجين ديالي نحاول نديكو بدات هو طلقتو غادي ناخذ هنايا الزبده غندهنو تكون على درجه حراره المطبخ كما عارفين باش تكون دايبه غندهنو بها الزبده البنات خصها تكون حيوانيه ما تكونش ديال البواطه ديال البواطه ما تجيش لذيذه في كاع زعما في الحقيقه كاع حاجه اللي كنصوبو ما خصهاش تكون بسميتو انا هاد لي سينامون كيحمقوني من واحد النهار كنت خديتهم في افا بليس خديتهم ب 45 درهم بقات فيا كنقول زعما شي حاجه ما فيها والو مشيت قلبت على الغوسات ديالهم زعما نقولوا شي حاجه فيها التعاب ولا فيها هذا بزاف زعما على البري من تما ما بقاش كنشريهم كنصوبو في الدار وكيجيو فنين ولداد نتوما الا بغيتو كميه كبيره في الحقيقه انا كان عليا ندير كميه دوبل الا بغيتو كميه كبيره ديرو كميه كبيره باش زعما عندكم عائله كبيره انا تيحمقوني في غديروا هنايا السكر البني غديروا قرفه عرفتي القرفه كيفاش كيجيو كيجيو فنين انا جادور القرفه الناس اللي ما كيبغوش القرفه ما يديروهاش ولكن زعما ما كنشوفهمش انا بلا قرفه صراحه ايوا اللمسه ديالي المغربيه وتحيه كبيره الناس ديال جنوب الناس اللي كيديروا املو اكادير تردات ورزازات زاكورا كاع الناس اللي كيديروا املو ودابا كلشي كيدير املو غير حنا ما كنقولوا الناس اللي معروفين بها غنديرو املو دابا هاد السينامون غوفيزيتي على طريقتي ايوا صافي كنلويو غنلوي معكم هنا ما تقولوش ليا الخيط انا ما كنديرش الخيط ديروا نتوما الخيط اللي بغى الخيط مع سبحان الله ما صندي قوت انا قريم مسماضي
باش يجوني قد قد نحاول نعبر من الوسط. عندي هنايا واحد طاوة دجاج دهنتها بالزبدة، كما كتشوفوا على هذا الشكل، واخا تبعدوهم راه غادي يتلاصقوا. غادي نخليهم عاوتاني نغطيهم بالسيلوفان ونغطيهم بهذا ونخليهم حتى يخمروا على خاطرهم، وعاد ديك الساعه ندخلو الفران ونطونطون نجمع عاوتاني الكوزينه ونشوف هذيك لافاخس واش بردات ليا ونعاود نجيو نديرو مسمن. دونك خليكم معايا. دونك البنات ما كديروهاش على جوج جهات، يعني ملي كتحلوها كديروا طويه هكا وطويه هكا باش ما تجيكمش مسمنه غليظه من جهه واحده. دونك انا كملت هادو ديال الراجلين درت ليه ثلاثه، واصلا محاش ياكلهم كاملين. المهم انا درت ليه ثلاثه صافي، غنبدا هادو ديالنا. دونك البنات انا كان جو بريفير المقله على الفران، كيفاش فران جو بريفير المقله كيجيو زوينين شي. دونك البنات انا غنستمر حتى نكمل غنجمعهم غنطيبهم من الصطيبه، ما نطيبهمش حيت باقي مازال الحال، غنطيبهم باش نقص عليا الخدمه في ساعه المغرب، غنطيبهم من الصطيبه وان شاء الله غنشوف هذاك واش خمر ندوز باش نديرو في الفران. كملوا وانا معكم. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هي ضعف الحجم ديالها صافي. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش ندهنها. سخنت الفران على 180 درجه غندير واحد 20 دقيقه تقريبا. هنا عندي واحد تقريبا جوج معالق ديال الحليب وجوج معالق ديال لاكريم فريش. بغيتو ديروا غير الحليب راه يمكن لكم ديروا غير الحليب، انا ديما خصكم كتبتكر صافي. كتحاولوا تسقيوها هكا بالبانسو. دونك البنات دابا غادي ان شاء الله غادي نصاوبوا الكريمه اللي غادي نسقيو بها هذا السينامون. غادي نحتاجو هنايا فرماج، اي فرماج البنات. انا هذا حيت عندي محلول في لاديفيا، حيت عندي محلول وغيخسر قلت علاش ما نستعملوش دابا. دونك يمكن لكم تستعملوا مربعات مثلثات اي فرماج عندكم جبلي اي حاجه. عندي هنايا بول رابعه هنايا حيت في النص ديالو عندي هنا رابعه. نتوما الا بغيتو ديروا كميه قليله، انا حيت كنبغي لاكريم راكم عارفين خصكم مع الفرماج كنبغي ختولة. عندي 4 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وعندنا هنا شويه ديال الحليب. هذاك الحليب اللي شاط لي اللي درت فيه لاكريم وما نضيعوش. كتزيدوا على حسب نتوما الختوريه اللي بغيتوا، جوج معالق ثلاثه معالق على حسب نتوما اش غتحتاجوا صافي. غادي ندير الفرماج. صافي غنديرو السكر كلاصي. صافي نبداو نخلطو.
حتى انا دايره هذه صغيره كنت زعما عندي شويه انا كنقلب على ما عرفت شنو عاود ما ندير في الثيرموميكس كنقلب على تمر كون درتها جوج دقائق هي صوبت لي الثيرموميكس ايوا لابيتود ديروا نتوما في الثيرموميكس ولا الطحان ولا الطحان الكهربائي من الاحسن اليد كت راه فريمون كنزدغ شويه ديال الحليب ماشي شويه ماشي بزاف على حسب الخطوريه اللي بغيتو نتوما دونك البنات كيف ما شفتو معايا شتي بغيتوها تكون خاطره كتخليوها خاطره بغيتها تكون رطبه كتخليوها رطبه دونك صافي الا غنتسناو حتى يخرجوا اوناطوندون شي نغسل هذاك البلاطو داكشي ديال المسمن هادشي اللي كاين صافي ما نسيت والو عرفتي البنات شطح لي في بالي واحد الفكره غنشاطرها معاكم قلت غناخذ واحد شويه ديال لا كريم ياك غادي ندير شويه هكا وشويه هكا علاش ما نقوم ديما نخليوها بيضه غندير واحد شويه اللي بغى البيض يدير البيض واللي بغى غندير غير شويه فريمون ندير غير وحده وحده نجربها هنا غادي ندير فيها الكراميل ندير هذا اللون نزيد شويه لا مزيان هذا كراميل وندير هنايا كاكاو ندير شوكولا الا عندكم الشوكولاته الاخر ذوبوا ماشي مشكل انا قلت حيت السكر بلا ما نزيدو السكر لا السكر نديرو هذا ندير كاكاو ليا بقيت اختاري علينا هنا ايوا شنو الطياب راه كله اختراع باش كيديروا الحاجه المره الاولى كيفاش كيفاش كيعرفوها كيفاش كيطيبوها وما جربوش وما داروش داروا هذه داروا هاد لي زاستيس وداروا هذه راه ما يفهم حاجه راه ما كانت هكا نزيد شويه الحليب حيت كاكاو صح هانتوما درت لكم الشكالات صافي هادشي اللي كاين صافي نخليوها تخرج وانا معاكم دونك هانا البنات كيف ما شفتو معايا عطي واحد الريحه ديال القرفه الناس كيبغوا القرفه واو 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 ما نقولكمش البنات ما غنسقيهاش دابا غنخليها حتى تبرد ياك دابا حيت باقي عليا المغرب غادي نخليها وين نبغي ان شاء الله حتى نتوما بغيتو ديروا بحالي مين نبغي ان شاء الله قرب المغرب غادي نعاود نسخنها وعاد غنسقيها ونحطها وهي سخونه حيت كتكاس سخونه ماشي سخونه دافيه هادشي اللي كاين دونك البنات فوالا هذه الطبله ديال هذا النهار ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هو السينامون ديالنا حيدت غير جوج من هنا خليت هذوك بويض درت وحده بالشوكولا كيف ما كتشوفوا معايا وزوقت بيبي شوكولا والاخرى درتها على لا كريم ديال الكراميل ودرت فوق منها شويه ديال الكراميل شنو اخر المسمنات ديالنا هما كيفاش كيجيو كيشهيو كيشهيو ما كنطيبهمش 100% حيت انني حاطه هاد المقله هنايا عندي حدايا الضو وبالنسبه لي بحال دابا بغا شي مسمنه سخونه حيت راه كتعرفوا كتفطروا بشويه بشويه عليكم دونك بعد الخطرات كيبرد المسمن كيبرد البطبوط دونك حطوا هذه حداكم واللي بغى يسخن شي حاجه يسخنها خليتهم هذوك ديال راجلي ودي شهيده خاويه وخليت له هذاك باش يبقاو سخان حيت كيبقى هو الاخر ايوا الحراره ديالي اللي بقات من البارح انا عاوتاني درت المسمن ايوا هادشي اللي كناكلو غير انا راكم عارفين الوليدات ايوا صافي هادشي اللي كاين صوبت هنايا الرايب درتو قبيله الرايب ديال لابواط اللي كنشريو ديال لابواط ها هو صوبته ايوا صافي كانت هذه هي الطبيله ديالي كنتمنى تكون عجبتكم دونك البنات كنتمنى هاد
قبل ديال هذا النهار تكون عجبتكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في لي غوسيت ديالي، تكونوا استفدتوا معايا في اي حاجه، تكونوا تونستوا بيا. تنتوما بالصحه فطوركم. كنشكركم على البارطاج ديالكم اللي في انستغرام، الصور اللي كتصيفطوا ليا، اي حاجه درتها كتحاولوا تطبقوها. شكرا لكم والله، صافي ان غون بليزير. شكرا على الكومونتير ديالكم اللي خدتكم عليا، شكرا على الدعم ديالكم. هادشي اللي كاين، الناس اللي غايشوفوني اول مره مرحبا بكم في القناه ديالي. ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش تبارطاجيو، وما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني. وهلا خدتكم عليا، اي على البروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، بصحه فطوركم.